السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم وصباح الخير ومساء الخير عليكم جميعا. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. معاكم هيثم مرسي من قناة عالم الكمبيوتر والربح. النهاردة موضوعنا يعتبر موضوع حصري، ولكن مش حصري على جميع القنوات العربية أو الأجنبية، ولكن يعتبر تقريبا على المواقع العربية، والله أعلم مفيش حد يشتغل عليه لسه أو حد يتكلم عليه. وهو مواقع إحنا أو موضوع إحنا اتكلمنا عليه من قيمة تقريبا 4 أشهر، اللي هو اللي ما يعني ما يعرفش الموضوع او ما تابعش معانا، لو افضل مواقع لربح البيتكوين. افضل مواقع لربح البيتكوين هي تعتبر مواقع عباره عن فوسيت، او بمعنى اصح اللي هي بيسموها باللغه العربيه، اللي هي زي يعني بتدوس عليها كل يوم وبترجع. والله ما انا فاكر اسمها بالعربي حتى، هي نعرف اللي هي اسمها فوسيت، اللي هي بتدوس عليها وبترجع وتربح تاني، و يعني كل يوم لازم تخش وتدوس والكلام ده، تمام. في منها مواقع كتير، وفي منها مواقع بتنصب، وفي منها مواقع مش حقيقيه، وفي منها مواقع حقيقيه. فالناس بصراحه يعني بعتت لي كتير وطلبت مني، قالت لي يا اخ هيثم لو سمحت احنا عايزين نشتغل صح. في اللي طلب مني، يعني عشان اكون صريح معاكم، في مربع صغير كده اللي طلب مني اللي هو عايز يعدي من خلال جهازه، وانا يعني ما رشحلوش الموضوع ده لان بينهي الجهاز وبيهلكه جدا، وانا وعدتكم ان انا هتكلم في الموضوع ده. فيعني انا جايب لكم حاجه تعتبر الترنتيف، او انت ممكن تشتغل من خلال، يعني مش عايز يعني احرق الموضوع، بس انت يعني ممكن تاجر جهاز من امريكا زي انت بتاجر في بي اس او بتاجر في بي ان او ار دي بي، ولكن بتاجر جهاز تعدين وبتعدن، والموضوع مضمون 100% وانا اضمنه بنفسي، لان الموضوع يعني الموقع شغال من سنه 2013. جميل. فاحنا النهارده يعتبر هنتكلم عن موضوعين اتنين، يعني مش موضوع واحد. فدي اول نقطه، اللي انت لو عايز تشتغل او تعدي من خلال كارت الشاشه زي ما بيسموها والكلام ده، لان مش هخليك تعدي من خلال كارت الشاشه، هخليك تعدي من خلال جهاز هتاجره، سواء يعني هما طريقتين ثلاثه، وهيكون شرحنا يعني مش هيكون شرح واحد، هيكون شرحنا مختلف، ل يعني يعني ممكن 3 أو 4 حصص، يعني علشان موضوع مش سهل تقريبا، يعني هيكون يعني معقد نوعا ما، ولكن لما تفهمه هتكون محترف في تعدين البيتكوين، ومش هتستاهل انت تروح تعدي من موقع مثلا زي فيكس ايس اللي هو نصب من اسبوع، او موقع مش عارف فلان الفلاني اللي بعد شهرين وثلاثه اللي زي ما بقول لكم بينصب والكلام ده. فهنشتغل على حاجه جديده، ده رقم واحد. رقم اثنين، اللي يحب يشتغل على التعدين المجاني، وانا بقولها التعدين المجاني يعني انت كل يوم تخش وتلم البيتكوين او الدوتش كوين او جميل جدا. وتالت حاجة هي محفظة، تعتبر محفظة انت ممكن تعين فيها جميع يعني مالك، وتعتبر هي يعني جيدة جدا، يعني انا ضامنها 100% لان ليها زي قفل بسميه، او رقم سري كي وورد بيجي لك يعني على الايميل الخاص بيك او على التليفون، بيطلب منك ان انت تسجل يعني الرقم الموجود، فما فيش حد يقدر يسرقه منك. فيعني لو انت جديد معايا في القناه واول مره، طبعا اطلب منك ان انت تعمل سبسكرايب من خلال، طبعا عارف انت العلامه بتاعت سبسكرايب بتبقى فوق الاشتراك، وبتدوس على الجرس عشان يجي لك كل جديد، اوكي. فلو انت برضو يعني انترست او بتحب اللي انت مثلا تتفرج على الموضوع اللي انا بتكلم فيه او اتكلمت فيه، فانا ارشح لك اللي هم الشرحين دول، افضل مواقع ربح البيتكوين 2017 وربح البيتكوين وطريقه التعدين يوميا مع استراتيجيه حصريه لمضاعفته، اوكي. فيعني هو ده الموضوع. ولكن انت حابب دلوقتي تبدا من جديد معايا وتفهم الشرح، فتعالوا مع بعض هاخدكم كده ليه يعني نقطه صغيره، ونبدا ان شاء الله مع بعضنا. يلا بينا. تمام يا جماعه، ورجعت لكم مره ثانيه. طبعا اللي ما تابعناش، ويعني حاجه سريعه جدا زي الشوت سريع جدا كده، انا اتكلمت على المون عامه. بعضكم يستخدم المون بيتكوين، المون ليتكوين، المون دوتش كوين، وزي ما انتم شايفين انا شغال عليهم هم الثلاثه، وجابوا لي بعد المال، وجابوا لي بعد اللاتوشي والساتوشي والكلام ده. الله اعلم في الاول يعني في الاونه الاخيره بيدفع ولا لا، مش متابع معاه، بس هو كان بيجيب لي بعض الملاليم يعني، او الساتوشيات بمعنى اصح زي ما انتم شايفين.
هو انا هنا بسحب الليتكوين وهو جاب لي هنا الليتكوين، وزي ما شايفين انا عندي يعني كميه كبيره الحمد لله زي ما شايفين. والدوتش كوين، والدوتش كوين انا سحبته اكتر من مره، فيعني لحد كان صادق، ولكن اليومين دول حاسس ان ما بيجيليش اي يعني اي مبالغ والكلام ده، فيعني الموضوع يعني مقلق شويه نوعا ما. تمام، زي ما انتوا عارفين طريقه سهله جدا، اللي انت بتخش بتعمل امنوت روبت وبتعمل سبميت، ممكن تخش كل ربع ساعه، ممكن تخش كل يوم، انا بخش كل يومين ثلاثه يعني بصراحه، يعني مش بيدي يعني انا هنا 64 ساعه زي ما شايفين، فالموضوع يعني ايه مش انا قاعد له على طول، يعني كل ما بفتكر يعني بمعنى صح بخش وادوس على نفس الحوار اللي هو كليم ناو، وبشوف يعني الموضوع في كلمه ونص. جميل جميل، ايه اللي يهمني دلوقتي يا جماعه اللي انا عايزكم تاخدوا بالكم منه، تاخدوا بالكم منه جدا، يعني انا عملت دوت عشان يعني اسحب، يعني نروح مع بعض للخطوه اللي بعديها. زي ما انتم شايفين هم هنا بيكسبوا من الاعلانات طبعا زي ما احنا عارفين. اوكي، طب تعالوا مع بعض نشغل دماغنا ونشوف حاجه كده. شايفين الاعلان ده مكتوب ايه؟ مولو ادز. اوكي طيب، ايه انا هنا، طب انا ليه ما اروحش للام؟ يعني انا يعني مثلا ايه، هو عباره عن ثلاث حلقات، تمام، هو عباره عن ثلاث حلقات، فانا هاخد الحلقه الاولى والثانيه والثالثه. الحلقه الاولى هي بما معناه ان يعني انا بخش على الموقع وبدوس على الاعلان او بدوس على كليم ناو، في خلال الموضوع ده بيحصل ايه؟ اللي انا بشوف الاعلان او بعمل زياره، فالموقع بيكسب مني بعض الملاليم وبيديني بعض السحاليل، يعني من الاخر كده انا بكسب 1 سنت وبيكسب 3 سنت مثلا، فهو كسبان كسبان، مفيش حاجه بتتعمل لوجه الله على يعني على الانترنت عامه، عشان نكون واضحين مع بعض 110%. تمام، فانا النهارده جايب لكم ايه؟ جايب لكم موقع يا جماعه محدش يتكلم عليه، اللي هو ميلو ادز. هو في خلال هو عباره عن موقع اعلانات، انت ممكن تحط اعلانك لمدونتك، تحط يعني البانر او الكلام ده في خلال البيتكوين، وبيشتغل بالسي بي ام والسي بي سي، وطبعا انتوا عارفين السي بي سي والسي بي ام، طبعا اعلاناته شبيهه بشكلها جميل جدا، وهي سي بي ام يعني نمبر اوف كوي فيو، يعني السي بي ام اللي هو ايه الفيو، والسي بي سي كمان اللي هو الكليك، فكل حاجه لها اسعارها. تمام، كل ما عليك اللي انا هسيب لك الرابط اسفل الموضوع للموقع ده، كل ما عليك ان انت بتخش تعمل ريجستر، اوكي، وفي خلال بتملى الايميل ادريس والباسورد، وبتعمل كونفيرم باسورد ام نوت روبوت، وتعمل كونفيرم وتعمل ريجستر وتخش على الايميل وتفعل الموضوع ده كله. اوكي، فديت اول نقطه، معلش تابعوني معاني خطوه خطوه عشان اكون يعني اوضح لكم كل حاجه. انا مسجل، بعد ما يسجل كل حاجه بيجي لك على الموضوع وبتخش على الموقع بالشكل الاتي. تمام، هو موقع اعلانات، انا زي ما انتم شايفين انا عندي المبلغ بتاع النتورك بول، ويعني الموقع بصراحه انا بيوريك كل حاجه، اللي هو يعني بيكسب كام وبيعمل كام وكم كليك وكل الكلام ده، طبعا احنا مالناش فيه طبعا لان انا ما بشتغلش على اعلانات، ودوت طبعا موقع بيستخدم للناس اللي عندها اعلانات قويه او عندها زيارات عاليه جدا، فمكسبه عالي جدا. اوكي، ولكن احنا زي ما شايفين هو ده اللي يهمني، الاكونت بالانس بتاعتي هو 0.0012 بيتكوين. انا مش هقول لك ويزدراو فوند ولا اقول لك ديبوزيت فوند، انا ممكن اعمل فيزيت فوسيت او فيو اكونت، وهنشرح كل الكلام ده بما معناه صح. اوكي، لو انت عايز تخش وتعمل اعلانات، بتخش بتعمل ادد ويب سايت هنا، وبتعمل ايه؟ بتكتب الويب سايت بتاعتك عادي جدا، يعني بتكتب هنا الويب سايت نيم والويب سايت يو ار ال، وبتعمل ادد، وهو بيخش يعمل له امتحان تقريبا ويشوف زي ما انتم شايفين، هو قال لك هنا ايه اوكي الكلام ده، وهنا بيجيب لك اللي انت عندك كام زياره لموقعك والكلام ده، بيقول لك اتقبل او لسه ما اتقبلش، وينفع او ما ينفعش. تمام، فده موضوع تاني خالص، ممكن لو انت طلبتوه مني اللي انا اشرحه لكم انا هشرحه لكم. اوكي، ما علينا، انا الايميل دلوقتي اول ما تخش على فيزيت فوسيت، يعني تخش على ال المحفظه ديت بالظبط او الموقع دوت، وتخش تشوف اللي هو بيخليك تعدن او الكلام ده، او بيديك ساتوشي مجانا. اوكي، بيديك 50% للريفيل كوميشن، يعني انا هاخد 50% مش منك ولكن من الموقع، فانا يعني عشان كده لو انت تكرمت انا هسيب لك الرابط بتاعي اسفل الموضوع، تسجل من خلالي ومش هتكلفك اي حاجه.
تمام. هو الموضوع وما فيه اللي هو بيخش بيعمل بيدوس على كليم ناو، بيقول لك I'm not robot، تنتظر بتعمل كليم. قال لك ايه؟ فوسيت كليم نايس وان يو هاف كليم 3000 ساتوشي اوف نتورك ادفرتايزنج كريدت نوتس، ذيس كريدت كان بي اونلي يوزنج ان نتورك كومباني نوت فور سي بي ام كومباني اند كان نوت بي ويزدراو. بمعنى اصح يعني انت ما ينفعش تستخدمهم ليه او تسحبهم، لا انت ممكن تستخدمهم لتعمل نتورك كومباني، يعني تعلن عن موقعك او تعلن عن حاجه معينه وتكسب بيهم، مثلا تعمل اعلان لحد الكلام ده. يعني انا بخاطب بشكل عام النقطه ديت المولوادز لاي حد يكون عنده موقع او يحب يعلن عن بانرات او الكلام ده، فهو تكون حاجه مش هيخسره حاجه يعني ما ياخد من 3 دقائق زي ما انتم شايفين. تمام. فلو انت عاجبك الموضوع يعني الشركه ديت وتحب تشتغل معاها بالمجان، انا هسيب لك الرابط اسفل الموضوع عشان تخش على طول على الفوسيت اللي هي المحفظه اللي هي بتاعت تعدين او كسب البيتكوين الساتوشي مجانا. اوكي. هنا الموقع الرهيب اللي اسمه اي بوت، وهو موقع جميل جدا جدا جدا. تعال نشوف الموقع ده من 2013 يا جماعه لحد النهارده شغال، وهو بيشتغل في الكريبتو كرنسي وبيعمل تبادل اموال وبيعمل يعني حاجات كتير قوي، منها اللي هو بيأجر الجهاز، وراح نشرح يعني نشرحه بوجه سريع طبعا، وهيكون لنا شرح تاني عميق في الموضوع ده. زي ما شايفين تحت هنا، هنا الشات والناس بتكتب هنا كل حاجه، فالباكج وي ويت وان ران بيفور كان باي انذر وان وكل حاجه هنا. فاهم حاجه قبل اي حاجه لازم تسجل الفيرست نيم واللاست نيم، اسمك واسمك الاخير، اسم العيله والايميل والباسورد، وام نوت روبوت وام اجري وساين ان، هيجي لك ايميل وبعد كده تخش على الموضوع. وده شكل الموقع اول ما تخش عليه. زي ما انتم شايفين ان الموقع ممكن يكون منه محفظه، وممكن يكون منه تعدين، وممكن يكون منه اللي هو عباره عن الفوسيت او اللي هي مش، والله ما انا فاكر انها يعني، انا بصراحه جالي بلاك اوت، فالفوسيت يعني عباره عن حفره مثلا او حاجه انت بتلم منها يعني فلوس بالمجان. وزي ما انتم شايفين انا بعدن الدوتش كوين، وزي اللي انا عاطيني 18000 دوتش كوين وعادي يعدين له زي ما انتم شايفين. فالموضوع جميل جدا لانه بيقبل بيتكوين والايتروم والليتكوين والستيم والدوتش والريبل والداش والكوليم والكور كوين والمانيرو والزكاش وال، يعني من الاخر كده من غير العملات ديت انت بره الموضوع. اللي بيقول لي سويس كوين، واللي بيقول لي ادس كاش ولا ادس كاش كوين والكلام ده، ما فيش منه كلام من ده خالص. تمام. طيب تعال نشوف نقطة مهمة هنا بيقولها لك هنا يا جماعة، بيقول لك ايه؟ Flat augment is showing in the equivalent of cryptocurrency is trading in the popular exchange such as Bittrex. Epoch does not allow for US URGB. بمعنى صح ان كل العملات شايفينها دي بيتم ايه؟ يعني تبادلها عن طريق الموقع اللي اسمه Bittrex، وهو اي بوت ما بيستخدمش اليورو والدولار والكلام، زي اللي هي المحافظ الثانيه او المواقع التعدين الثانيه اللي بيقول لك هعدل لك الدولار، وانا قلت لكم ان ما فيش تعدين للدولار خالص. اوكي. فالناس بتشتغل من سنه 2013 ولهم سمعه كويسه جدا جدا لحد الان، فيعني ايه موقع جميل. زي ما انتم شايفين هنا المبالغ بتاعتك لو انت ليك اي مبالغ ماليه، وانا في الحاله دي ما ليش اي مبالغ هنا لاني بشتغل عليه قليل، ما فيش الا الكلاود مايننج، وده اللي هشرحه لكم. هو عباره عن اكنك بتعدن دلوقتي، وهوريكم ازاي تعدنه. قبل ما هوريكم ازاي تعدنه هشرح لكم نقطه صغيره. اوكي. هنا بيقول لك اللي انت هيجي لك كام في الساعه وكام في اليوم وكام في الشهر وكام في السنه من الدوتش كوين، وانا عندي كام هاش بريت اللي هو جاي من كلاود مايننج. تمام. وهوريكم ازاي تحوله. فيه هنا كلاود فولدنج وكلاود مايننج وكلاود سيتا، فهم بيختلفوا عن طريق كلاود او عن طريق الموضوع ده، ولكن انا بعدن الدوتش كوين. اوكي. نيجي للنقطه الثانيه اللي هي هنا لو انتم شايفين انت ممكن تعدن هنا اي حاجه عن طريق تغييرك، بس تقول انا عايز اغير ايه البيتكوين، اللي انا هعدن بالبيتكوين والكرنسي بتاعتي. شايفين بدأوا يعدن ازاي والكرنسي بتاعتي دوتش كوين، بس انا في الحاله دي بحب يعني ممكن تختار اللي انت عايزه بيت او انا بختار الدوتش كوين، فانا يعني بعمل مايننج والكرنسي بتاعتي او
المال بتاعي موجود بالدوتش كوين زي ما انت شايفين، تمام. فانا بفضل استخدم بالدوتش كوين عشان اكون يعني اسرع في الموضوع. فزي ما اتفقنا، هنا التعدين وهنا العملة اللي معاك. زي ما انت شايفين انا ما عدنتش اي حاجة، يعني ما لحقتش في ثواني. اوكي، طب انت جايبنا ليه يا عم هيثم؟ تورينا الموضوع ده، هوريكم اللي انتوا تقدروا تعملوا الفوسيت اللي هي عن طريق التعدين، او تكسبوا كل يوم بعد المبالغ المالية. طبعا خلي بالك، لو انت عايز تعدن البيتكوين او الريبل، كل ما عليك انت بتغير من هنا وبتغير من هنا، وبعد كده بتخش على الفوسيت هنا اهو. يبقى بتغير من المايننج، بتغير الكرنسي لو انت عايز تكمل في حاجة، وبعد كده بتخش على برودكت فوسيت، تمام. تخش على برودكت فوسيت، انت بتستخدم الموضوع ده يوم واحد، يعني مرة في اليوم. اوكي، عشان اوريكم، عشان من غير لف كتير ومفيش حد يعرف ويدوس على الاعلان الاولاني والاعلان الثاني والاعلان الثالث، دي شركة واضحة لان بتستخدم جوجل. اوكي، هنا بيقول لك فيزيت ذيس باك وانس ا داي تو ريسيف فري بيتكوين اور ديتش كوين اور انذر كريبتو كرنسي، يعني معنى صح زورها يوم واحد وايه هتشوف هتكسب يعني هتدي لك فلوس مجانيه. اوكي، كل ما عليك اللي انت بتكتب الجمله دي، لو انت مش عارف بتدوس على السهم ده وتغيرها، ماشي. يبقى يونيون جاك، اوكي، انا دوست جت فوسيت reward. قال لك ايه؟ visit the back once، تمام. بصوا تحت هنا يا جماعه، قال لك ايه؟ قال لك ان القيمه ديت added for visiting in faucet bag in 7/9/2017 النهارده، 9/7/2017 النهارده. عايز تضحك عليه ويقول له يا عم انا ماشي، انا عايز اخش مثلا اعمل تاني، عشان برضه في ناس اذكياء برضه، يعني مفيش مشكله. for by تو، انا احب اوريكم ان انت تخرج من عندي من الشرح يعني قاري كل حاجة وشغال وانت عينك مقفلة. هنا يعني انت دوست مرة فهو اداك حقك خلاص. عايز ايه يعني؟ هيديك حقك، تعال نشوف هيرد عليك يقول لك ايه؟ يقول لك البس في الحيطة، صح؟ مفيش حاجة خالص. فانت كده زاد عندك المبلغ بتاعك، وزي ما انتم شايفين انا عيل عندي المبلغ، لو انت رجعت لاول الفيديو هتلاقي عندي تقريبا 20 او حاجة زي كده. ف يعني زاد. اوكي، تعالى نشوف ايه النقط ديت والكلام ده عشان نفهم. هنا الريفرال بتاعك، لو انت عايز تشوف الريفرال بتاعك، هنا بتجيب الريفرال لينك بتاعك من هنا او من هنا او من هنا، تمام. هنا البول انفو لو انت عندك البول، وده ليه شرح طويل جدا عشان احنا قلنا في البول انفو، اما انت تحب تشتغل على يعني تشتري جهاز معين من امريكا وتشتغل عليه من امريكا او في اي مكان، ويكون لي شرح تاني ان شاء الله في المستقبل بعد ما اشوف الناس اذا كانت مهتمه بالموضوع ولا لا، عشان انا مش معرض اشرح لك حاجه انت في الاخر مش مهتم بيها او ما بيهمكش. اوكي، هنا الهيستوري، انا اخباري ايه ودخلت، يعني بيعرفك انت دخلت من الاي بي بتاعك والكلام ده، وهنا عمل لك تشينج والكلام ده. هنا الديبوزيت، في حاله لو انت عايز تعمل ديبوزيت اي عمله فبتخش تعمل ديبوزيت، وفي الحاله دي انت بتفعل البيتكوين او الاتروم او الليتكوين او الديتش كوين، كل ما عليك انت بتعمل جنريت، فهو بيعمل لك محفظه وبتعين فيها فلوسك، وفي نفس الوقت ممكن تعدنها وممكن تخلي فلوسك موجوده، ما تحب تسحبها تسحبها من غير اي مشكله خالص، تمام. الموضوع يعني بيحتاج لبعض الوقت، ولكن بيعمل لك بيديك رقم محفظه زي ما انتم شايفين هنا، زي ما بتقول لك، بيقول لك المينيموم ديبوزيت تيك سيرفر كونفرميشن كونتاكت سبورت هاف بين فور 24 اور، يعني بيقول لك لو انت حطيت فلوس وقعد اكثر من 24 ساعه كلم السبورت، بيقول لك مش هياخد منك اي عمول على الديبوزيت، اقل حاجه ديبوزيت 0.001 بيتكوين واتروم وداش وزاك وايت وليت 0 بوين والاكسمار والدوج واحد، وكل حاجه مكتوبه هي عندك هنا زي ما انتم شايفين، تمام. فالموضوع يعني سهل جدا، تمام. هنا بيقول لك البيمنت اي دي از ريكوايرد فور الكلام ده، يعني كل ده حاجات انت تخش وتلعب فيها زي ما انت عايز، تمام. الويزدراو لو انت تحب تطلب سحبك من اي حاجه، وطبعا بعد ما ربنا يكرمك وتعدن او الكلام ده تحب تسحب، كل ما عليك انت بتعمل نفس العمليه وتطلب ويزدراو، ويجي لك نفس زي ما انت شايفين تحت، تنزل وتختار العمله بتاعتك زي ما انت عايزين، زي ما تقول البيتكوين ادريس انت عايز تحط على مثلا، عايز تحط هنا بتحط، وبتقول انا اوتوماتيك ويزدراو، يعني انت بتحط رقم البيتكوين بتاعك
واما توصل لحد معين 0.001 زي ما بيقول لك، مينيموم 0.0 بوينت مثلا 0.002 لو بيتكوين، وبتقول له مانوال ويزدراو لو انت عايز تسحب مانوال، بتدوس هنا مانوال او البيتكوين، وكذلك يعني العملات الاخرى. الاكشينج، ودي اهم حاجه هنتكلم عليها يا جماعه، يعني انت عايز تحول الدوتش كوين ده زي ما انتم شايفين الى الكلاود مايننج. تعالوا نشوف هيتعمل ازاي. اوكي، انا شغال على الكلاود مايننج، هما في زي ما انتم شايفين في كلاود مايننج دوت وسيتا وفولدنج، و يعني بتأجر 24 ساعة، بتأجر لمدة سنة، بتأجر 24 ساعة، ودوت انت ممكن تأجره 24 ساعة عادي جدا من خلال الموقع او من بره الموقع. انا بتكلم على اللي هو لمدة سنة عادي جدا، اللي هو عادي جدا لمدة سنة. اوكي، اللي هو تقريبا دوت. اوكي، لان انا مش هتكلم يعني ايه واخش على الدوتش كوين بتاعي جدا، يعني سهل جدا من غير اي حاجة. قول لي طب يا سيدي عدلين لي عمله الدوتش كوين دول، وتابعوا معايا يا جماعه. هنا بيقول لك ايه، ان واحد تير هتكلفك الموضوع ده والكلام ده، لو انا عايز اعمل كالكوليت او انا عايز اعمل باي زي ما انتم شايفين هنا. تعالوا نشوف انا عندي كام. ونشوف الموضوع، يعني انا عملتها كلاود فور 1 يير ولا 24 اور رينتر ولا كلاود سكريبت 24 اور يير رينتر، بتهيألي اس اس اتش كلاود مايننج جيجا هات 4، معلش سامحوني هي دي. اوكي، وبعمل دوش كوين، بعمل باي يير. ار يو شور يو وانت باي؟ يس. تمام، قال لك انا غيرت الدوتش كوين بتاعتي لل، خدت كميه الجيجا هاتش بتاعتي ديت. تعال نرجع للموقع ونشوف تاني. زي ما انتم شايفين سرعه التعدين طبعا هتكون اسرع ليا، وانا طبعا لحد الان شغال بالمجان، وان شاء الله بعون الله راح اوريكم ازاي بعد كده نعدن وندفع فلوس ونشتري العملات هنا ونشتغل عليها. تعالوا نقارن دفعنا او الكميه الاولانيه. انا كان معايا زي ما انتم شايفين الجيجا هاش بتاعتي 2.179482، ان هنا 0.37، فالموضوع كبر زي ما انتم شايفين. هنا بقى عندي يعني طبعا الكميه اللي انا استخدمتها طبعا زي ما انتم شايفين هنا 128، هنا 126، فالموضوع يعني الحمد لله هيكبر، وان شاء الله زي ما انتم شايفين ان انا قمت بالتعدين من يعني من خلال بس يوميا اللي انا بخش ايه ادوس على الكام حاجه دي. تمام، شرحنا طويل وكبير والكلام ده، ولكن انا مش عايزه يعني اطولها عليكم عشان الموضوع يعني طويل جدا ومعقد جدا، فانا بسهلها معاكم خطوه خطوه. هسيب لكم الرابط برضو دوت، وانا انصحكم تشتغلوا على الاي بوت حاليا يا جماعه، يعني يعتبر ناجح جدا جدا جدا، وان شاء الله راح يكون معانا حلقه ثانيه اللي انا اشرح لكم كل الكلاود مايننج والكلاود سيت والكلاود فيلمنج والفوسيت طبعا والماي بول والبول انفو، وكمان الهاكر والنيوز والسوشيال بتاعتهم والكلام ده. تعالوا نبص على السوشيال، انا عارف ان هم ليهم سوشيال قويه جدا زي ما انتم شايفين، يعني ناس جديين زي ما انتم شايفين. تعالوا بص على السوشيال بتاعتهم، بيقول لك اليوزر ماب بصراحه يعني عندهم كميه ناس فظيعين، وبصوا الامريكان قد ايه يعني يعني بطريقه مهوله يا جماعه، مهوله مهوله مهوله. ناس يعني من كل انحاء العالم بتشتغل معاهم، وطبعا طالما في امريكان فيعني زي ما شايفين هو جاب لي بلدي هنا، فقال لي بيتكوين عند كريبسو، بيقول لي اشوف لي مين الناس اللي بتعدي مثلا في البلد بتاعتي، والكلام ده بيودي لك ان ايطاليا كم واحد بيعدن في ايطاليا، وزي ما انتم شايفين يعني لو انت كتبت هنا مصر مثلا هنشوف دلوقتي. جميل جدا، بص الفرق بين ايطاليا والكلام ده، يعني بورسعيد في واحد، واسكندريه واحد، دمنهور واحد، طنطا واحد، المنصور واحد، القاهره 3 4،
فمن النهارده ان شاء الله هتكونوا انتوا او هكون انا زي ما انتم شايفين، لان الحاجه اللي بتزعلني بصراحه يعني الحاجه اللي بتزعلني جدا اما بتكون فيها حاجه حلوه او موقع حلو، مش زي اللي بيكتبوا في فيسبوك انا موقع مخبيه وادفعوا لي وهديكوا والحوارات دي كلها. لا يا جماعه، اما تكون حاجه حلوه ليه لا، اللي انا اعرضها على اخواني واخواتي وهم يبداوا يكسبوا هم كمان. هي دي الحاجه اللي انا بفضلها، وزي ما انا قلت لكم وانا عندكم دلوقتي اللي انتم شايفينه قدامكم كام واحد بس مسجل من جمهوريه مصر العربيه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، موقع من 2013 شغال 10 افراد. ليه؟ لان احنا بندور على الحاجه البايظه، الحاجه الفاشله ونشترك فيها. احنا كعرب عامة، لو دخلت على ليبيا، دخلت على السعودية، دخلت على اي بلد من اخواننا، حتى لو دخلت على قطر حتى يعني كلنا اخوات طبعا، مش هتكلم في الكلام ده ومالناش في السياسة. فطبعا يعني ما احنا ما نعرفش الكلام ده، احنا نعرف المواضيع اللي بيديك 100 جيجا هاش بس ببلاش علشان بعد كده ياخد مننا ال 200 جيجا هاش اللي احنا دفعناهم او الكلام ده. تمام، اهو بصوا تعالوا، انا دخلت على البحرين برضو، 1 2 3 4 5 6 7 8 افراد، 9 افراد، يعني حاجه بصراحه يعني تزعل. فمن النهارده يا جماعه، من النهارده انتوا يعني هتكونوا موجودين على الشبكه ديت وشغالين ان شاء الله معاهم، ولينا شرح تاني ان شاء الله بطريقه يعني متقنه بعد فتره معينه، بحيث تكونوا فهمتوا الموقع ولعبتوا فيه شويه. اجي لكم بقى واوريكم ازاي نبدا نشتري، وهشتري انا اكون اول واحد زي ما عودتكم، هشتري باقة عشان اعدن كمان قدامكم، عشان اكون كل حاجه يعني صريحه قدامكم باذن الله. اشكركم، كان معاكم هيثم مرسي على الكمبيوتر والروح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.